لما تشتغل من قلبك ربنا يكرمك. ازاي يا سامي؟ يا سلام، برافو عليك. ايه مش سامع صوتك يعني؟ انا معاك اهو. معاك اهو. لا لا يا سامي، لا اوعى تصعب عليك، الشغل يبوظ. ما تقلقش اكيد. لا لا ولا قوي كمان، انا صارف على الشغلانه دي 100,000 دولار. انا عارف، انا عايز تمامها الاسبوع اللي جاي اللي بعده بالكتير، وما يهمكش اصرف اللي انت عايزه. خد معاك دلوقتي 20,000 دولار. يمكن انا عمري ما شفتك بتصرف بالشكل ده. اصرف؟ انا مستعد اصرف كل اللي حيلتي واستلف كمان. نفسي ابو هيبة يشوفها كده وهي بتشم من على جزمتي وصورها زي بالظبط كده، اصور رولا بعد ما ماتت وفرتوس. فارس فارس يا عبدنا. يا اهلا يا اهلا سامي. لو عندنا مكافأة كبيرة أوي، 50,000 دولار. يا 50,000 دولار. اتفضل انت يا سامي دلوقتي، مش عايز حد يحس بغيابك. امتى بتعلق على كلمة بقولها؟ مش قصدي يعني، بس اصل 50,000 دولار كتير قوي على سامي يعني. هات امك تسيب كلام امك بره على الباب قبل ما تخشلي. بطل بقى شغل الشحاتة بتاعك ده يا ابو شمعة. انت مش ناوي تبطل جو المراقبة اللي بتراقبهولي ده ولا ايه؟ نزل رجلك وانت قدامي. اوعى تفتكر ان انا براقبك علشان انت شخص مهم. لا، اي حد مش مكتبي هنا لازم يبقى متراقب، لازم يبقى قدامي بلبوس، بلبوس في علبة ازاز، بلبوس يا ليلي، بلبوس. عملتي ايه؟ جبت لك واحدة صاحبتي هتعجبك قوي يا كينا. عندي مكافأة كبيرة قوي، بس بعد ما يمشي فارس أصله بيبص وعينه وحشة قوي. فارس. نعم. الأسبوع اللي جاي هنطلع شرم الشيخ. شرم الشيخ؟ سامي عازمنا عزومة كبيرة قوي هناك. اشمعنى؟ مالكش دعوة. يلا يلا، علشان ليلي عايزة تقول لي كلمة في السر. يا بيبي انا عارفه ذوقك كويس قوي، فاكيد اخترت لك البنت المناسبه. مالك مش عارفه تودعي بنتك ليه يا مدام خلود؟ مدام خلود، الفتره اللي فاتت احوالك وشكلك مش عاجبني، ارجوكي لو في حاجه قولي لي عشان اقدر اساعدك. عارفه ارضع بنتي، انا بنتي ما نامتش طول الليل، انا خايفه بنتي تروح مني. طب اهدي اهدي بس واحكي لي. انا مدمنه، ارجوك يا دكتوره تساعدي بنتي. طب اهدي اهدي وكله هيبقى كويس. Thank you.
بيتك، انت ايه اللي جابك هنا؟ هما كلمتين اسمعي يا امه وامشي على طول. طب انجز عشان الدكتور بيمر. 2000 جنيه اقل من 5000 جنيه ما تتكلمش معايا. 4000 جنيه مفيش غيرهم، وتروح تزوروها في بيتها. انت بتقول ايه؟ 5000 جنيه وتخليني اروح معاكم ابارك لها. دكتور انت اكيد لسعت، انت مش عارف هي متجوزه مين؟ متجوزه واحد ما بتحبوش. مين اللي قالك؟ دي بتعشقه. كدب كدب. ناهي ما بتخبيش عني حاجه يا سميحه. ناهي بتحبيني انا. بقول لك ايه يا دكتور؟ انا مش ناقصه الجنان ده، روح اتعالج وبعدين يبقى تعالى اتكلم معايا. 6000 جنيه. بس على فكره زمايلي عايزين 2000 جنيه. شايله جلبيبه، عشان كده عايزاكي تحافظي عليه عشان خاطرنا كلنا وعشان خاطر هيبه. ما تنسيش انك حبلي وما تتعبيش نفسك خالص، وخلي سرك جوه قلبك. انا عن نفسي يعني نايمه طول النهار على السرير. سيبك من شويتين اللي انا عاملاهم في نفسي دول، ده انا بس عشان مستنيه زمايلي اللي في المستشفى. هتصدقيني لو قلتلك يا ست غنيمة إن حتى أبو هبة ما بشوفوش؟ ربنا يكون في عونه قادر يا كريم. اللي في بطنك ده يا ناهد يستاهل التعب، عشان كده حافظي عليه أو حافظي على نفسك. أوعي تنسي اللي أنا قلتهولك، فاهمة؟ فاهمة. ماما أصحابي الجمعة عشان عايزين يباركولك. طب يا حبيبتي أنا جاية. هسيبك بقى ونبقوا نتكلم وبعدين. لا تسيبيني إيه؟ والنبي اللي أنت نازلة معايا، يلا. واحدة واحدة على نفسك بالراحة. قلت لك ايه؟ حاضر يلا. شوف يا عطية، طالما انك انت مش حاسس انك في خطر وانك انت مش هتخرج من المولد بلا حمص يبقى خلاص. بقول لك ايه يا ام عطية، يعني لا مؤاخذة يعني، بلا حمص بلا ما حمصاشي. انا عايزك كده تقعدي وتهدي وتطمني على الاخر. طالما أمينة لسه ما حبلتش يبقى مفيش راحة يا عطية. سامع؟ سامع يما سامع. هتحبل، اعتبريها حبلت خلاص، حبلت. سمعت حاجة؟ أيوة سمعت زغاريد. أما أروح أشوف بينوحوا على مين. إلهي ينوحوا عليه. استناني هنا. حاضر يما أنا قاعد. مبروك يا ناهي. الله يبارك فيك يا سميحه. الله يبارك فيكم يا بنات، عقبال كنتوا الاثنين. مين بقى دي؟ يا مرحب يا مرحب. انتوا زمايل ناهد؟ اه. اهلا وسهلا. اتفضلي يا خالتي اقعدي. على فكره انا مش خالت حد، لكن لو عايزه تريحيني قولي لي يا زوزو. طب اقعدي اقعد يا زوزو. الجماعة اصحاب ناهد وجايين يباركولها. ده باروت انتي برضو يا غنيمة، قاعدة يا اختي كده وسط العروسة واصحابها. ده انا لو منك اقعد في المستشفى قلبي واجعني.
ويجيني القلب ليه؟ لما ربنا الحمد لله الحمد لله يا رب مديني راجل، مديني حق تالت ومتلت، تزعلني؟ دمها علي نعمة يا رب. طيب إلا قولي لي يا ناه، أنتي من منصورة يا أختي ولا مني؟ أنا من مني يا زوزو. أحسن ناس، حلوين قوي كده ومدورين، بس زي ما تقولي كده فيهم العصبية. إلا قولي لي بقى يا سميحة، منورين يا جماعة، يا ألف أهلا وسهلا، مرحبا. الله يخليكي، أهلا بيكي يا حبيبتي، ربنا يتمم بخير، ألف بركة. مش تعرفينا بزمايلك الحلوين دول يا ناس؟ النار، النار في يدي يا كريمي. صباح يمه. أنا كريمي. النار في يدي يا صباح. كريمي كريمي كريمي، غرقتك زيت زيتون يمه، كفاية عاد. محدش يتحرك من مطرحه. هموت. أمي. هموت يعني، هموت. كأنهم ضيوف العروسة. هي البنت صف اتجوزت؟ لا لسه. كده يبقى هتتجوز الواد ماهر. طيب يما نبقى نكمله بعدين. ها حسبيني وتمشي وانا مصدعة؟ كريمة اقعدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جاي مكتو، جاي مكتو. دول زمايلي في المستشفى جايين عشان يباركوا لي. اهلا وسهلا مشرف. مشرفين منورين. انا رايح المكتب. خدني معاك يا اخوي. شكرين يا جماعة. شكرا شكرا. قاعدة ليه يا ولية؟ ما تقومي تعالي معاي، خلي البنات يقعدوا مع بعضيهم. يو ما تسيبيني يا اختي قاعدة معاهم شوية، عايزة اسألهم عن العذر. عذر ايه يا ولية يا شايبة؟ شايبة مين يا عم؟ طب ده انا ما فيش شعرة واحدة بيت. ما تبصي كويس يا ولية. تعيشي طول عمرك وتموتي كدابة. طيب يا اختي انا عايزه اسمع منك انت يا حلو، شكلك كده اشطر واحده فيهم. اصلها بتتكسف. هو في نسوان بتتكسف اليومين دول ولا ايه؟ اصلها ما بتتكلمش خالص. الكسوف حلو برضك. طيب